سلام على احلى واروع متابعين لقناه بسمه الحلويات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه اليوم سهله وبسيطه ولذيذه جدا. هي عباره عن غراتان البيدنجال، وصفه بزاف بنينه. زين طاولتكم الرمضانيه، نتمنى ان شاء الله انه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي جيم، واللي اول مره يشوف لا فيديو ما ينساش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونروحوا نحضروا الكراتا تاعنا. اول حاجه نبداو بها نقليو تاعنا البيدنجان. نجيبو البيدنجان تاعنا نغسلوه ونمسحوه مليح ونشفوه، ومن بعد نقصوه شرائح كما راكم تلاحظوا، ونجي نقليه في الزيت. نقليه ونحط البابي ابسوربون باه يمتص مليح، ونزيد نحط فوقو البابي ابسوربون باه يشرب الزيت مليح. نملح تاعي البيدنجان، وهكا يكون البيدنجان تاعنا جاهز. نروحو نحضرو لاصوص طماط. نحضرو لاصوص طماط تاعنا، نحتاجو بصلة تكون صغيرة، زوج حبات طماطم هكاك، زوج سنينات ثوم، معدنوس، ملح وفلفل وشوية كمون. هذه هي لاصوص طماط تاعنا، نروحو نحضروها من بعد. نفس المقله اللي قليت فيها البيدنجان نسيحو، نخلي شويه زيت، نحط فيه البصل تاع اللي كنت حكيته، نحط له رشه ملح وندبلو مليح في المقله حتى يدبال معايا كما راكم تلاحظوا. بعد ما دبال معايا نجيب تاعي هذيك الطماط اللي كنت حكيتها مع سنينه ثوم، نزيد لها مغرف تاع الطماطم المصبره، شويه كمون، شويه فلفل، ونخليها حتى تطيب تاعي لاصوص طماط وتكون جاهزه. نتبلو اللحم تاعنا اللي راح نحشو بها البيدنجان تاعنا. كما شفتوا قصينا غسلناه وقصيناه وقليناه وملحناه. الحشوه تاعها نحتاجو فيون داشي، ولا تحبوا دجاج مرحي حنحط معاه. نتبلوها، حطوا شويه كمون تجي مع لاصوص غوج تجي هايله هايله، شويه برك على راس المغرف باه يعطينا النكهه فقط، ما نكثروش باسكو يجينا مر. نحطوا شويه فلفل اسود، ملح، حطوا شويه معدنوس، حطوا شويه بيض، ونزيدوا معاها مغرفه تاع القهوه روز مرحي ولا خبز مرحي، ونحك لها ثومه. هذه هي الحشوه، تجي بنينه بنينه تسخف تجي هايله هايله. ونخلطوا المكونات هذه تاعنا كامل مع بعض. ايه نسيت هنا نحط مقدار مغرف تاع البصل. زيدي باللي تاعي الفيون داشي هكا شويه برك، هكا تكون تاعنا الفيون داشي واجده، البيدنجان تاعنا قليناه وجدناه، لاصوص طماط واجده. نروحو نشكلو تاع الكراتا. نجيبو تاعنا البلاطو اللي راحين نحطو فيه الكراتا تاعنا، نحطو من تحت شويه صوص بعد ما طابت معنا. سطلها المعدنوس، نفرشو شويه هكا لاصوص، ناخذ البيدنجان تاعنا، ناخذ شويه من الحشوه، نحط لها شويه فرماج، تحبوا ما تحطوش ما تحطوش، لكن تزيد البنه اكيد. والبرام تاعي البيدنجان بهذا الطريق، ونحط في البلاط تاعي. بعد ما كملت برمت البيدنجان تاعي كامل كما راكم تلاحظوا، نزيد نحكم لاصوص هذيك الطماط اللي قعدت لي، نحطها من فوق، ولكن عندكم فرماج رابي حطوه من فوق، وحطوها تكراتيني تتجمر معاكم، كل شيء راهو طايب تتجمر برك. الى ما انا هنا كان ما عنديش الفرماج رابي، حطيت لها فرماج سلايس بعد ما طابت حطيته، بهداب عليها فقط.
وهذه هي الوصفة تاعنا اللي كانت نهار اليوم، سهلة وبسيطة واقتصادية. اللحم ما حاش تدينا بزاف في الحشو من داخل، تحتاج كمية قليلة برك. وتجي تشهي تشهي تشهي، شهيتكم في الجنة. هذه هي الوصفة اللي كانت معنا نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال اعجابكم. وما عليا غير نقول لكم صحة فطركم صحة شريبتكم، ربي يتقبل صيامكم. سلام.